بونجور مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم، حن موعدكم مع ايت سمارت واليوم معي ميرفت ابيض واليوم موضوع كثير مهم. دائما بنحكي عنه بالطبخ وكيف عم تطبخوا بشو عم تطبخوا بالفرن بالاير فراير، اليوم موضوعنا بس عن الاير فراير. صباح الخير. صباح النور. كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله. موضوع كثير حلو، عم بيسهلنا عيشتنا صراحه. صح. واوقات ما بتدوري فرن كبير كرمال شغله صغيره يعني، او حتى one portion. Exactly one portion. والناس خاصه يلي بيعيشوا لوحدهم او هن شخصين يعني كثير براتيك، وكمان عم ناكل هيلثي لانه ما عم نحط كثير زيت. الفريت مثلا انا حتى نقطه زيت ما بحط، حتى معلقه صغيره ما بحط. I don't need. السويت بوتيتوز كنت عم خبرك تحت الهواء انه عم بحمص لوز يعني وبضلوا كرانشي كمان. بضلوا كرانشي بس هل صحي ولا لا؟ هل صحي ولا لا؟ ما هو كثير هلا عم بتشوف ستاديز الاير فراير از فيرلي ريسنت، يعني هي مزبوط. اول ما بلشت تطلع واذا بدك يزيد استخدامها بال 2010 تقريبا، سو منا هالقد يعني ما صار لها كثير في دراسات عليها. في دراسات عليها وهلا عم بيكونوا الدراسات اكثر عم بيكونوا مكثفه. في شيء بيقول لك انه هي بتعرفي كمان بنسمع ستاديز عن المايكرويف انه كمان المايكرويف ممكن يعمل كانسرز بالنسبه للراديشن او الهواء اللي عم بيتعرض له الاكل. مزبوط. كمان الاير فراير ما لازم نقف قدام المكنه لما 100%. سو كمان الاير فراير عم يطلع عليها هالدراسات، بس انه في اشياء بتناقض غيرها، فنحن بدنا نشوف هلا بالنسبه. صح. بدنا نشوف بالنسبه لشو هالاير فراير اذا بدنا نحن نقيم اذا هي هيلثي ولا مش هيلثي. اوكي. اول شيء حنشوف ان كومباريزن للديب فراينج، يعني القلي الستاندرد يلي بنحط الزيت يلي بنغرق اذا بدك البطاطا بال يعني ديبلي فرايد بكون عم تغلي كلياتها بالزيت، اذا بدنا نقارن هاي مع هاي. زيت نباتي كمان بيعمل التهابات يعني. لا وبعد اكثر من هيك الزيت اللي بيكون عم ينعاز مره واثنين وثلاثه سمون صار هيدروجينيتد وهذا يعني اسوء الاشياء اللي ممكن ناكلها. سو اذا بدنا نقارن هول الاثنين سوا حتما الاير فراير هي الاوبشن الاحسن. ليش؟ لانه نحن عم ناخذ فيري سيميلر تيست، يعني تقريبا الطعمه ماينس كل الزيت وكل الفات يلي نحن بتتعود عليها بالنهايه. بتتعودي عليها وانا بيرسونلي ما بلاقي هالفرق الكثير كبير. انا بفضل كمان لانه بتحسن. خاصه اذا بالبيت دائما بتاكلي هيلثي. اكزاكتلي. اذا ظهرتي وبالريستورون اكلتي مره صح فرايز كم حبه اذا مقليين ما بتحسي حالك هاي النقطه الثانيه بالبيت وبرا وافري وير وكل يوم يعني. هيدي النقطة الثانية انه كمان إذا نحن بالعيلة في عنا كثير إذا بدك طبخنا كثير مقالي أو بيكون كل شيء فاست فود أو أشياء سريعة، طبعاً انه هو إذا نحن بنستبدل بالإير فراير هو أكيد شيء أحسن. لا لأنه بتعرفي كل أمراض القلب بيجوا من وراء الفات، الكوليسترول بيجوا من هيدا الفات يلي بيجي من وراء القلي، سو إذا نحن شلنا هيدا الفات من الدايت بعدنا وير انجويينغ فرايز بس بطريقة هيلثي مثل ما قلنا يعني. سو ديفينتلي هون عملت الفرايز بس بلا زيت بالاخص الاولاد اذا ما تعودوا هالقد على طعمة يعني انت لما بتاكلي فرنش فرايز برا اول شيء بتستطعمي فيه هو الزيت فعليا، بعدين تستطعمي اول شيء بتشمي الريحة تقتل. ما هي بالديب فراينج في شيء بيعطيكي هالريحه وهالطعمه يلي هو الديب فراينج، لانه بتعرفي في اشياء بتتغير لما بيكون عم ينعمل ديب فراينج للاكل، هيدا الشيء مش موجود بالاير فراينج. فنحن ستيب 1 اول شيء اذا عم نحكي على الفرايز، اول شيء لازم ننزل لهم يعني لازم ننقعهم بالمي او نكون عم نعمل لهم نص سلقه، هلا ات ديبيندز كيف حسب اذا قديش الشخص بده اياهم اسرع، طبعا افضل لانه كمان نشيل النشا مشان النشا وكمان مشان الكريسبي مشان ما يصير كثير من برا لونهم كثير براون وكريسبي لانه هيدي الماده اللي من برا ممكن تسبب كانسرز بس بالمستقبل يعني مش انه بنفس اللحظه. قد ايه بدنا ناكل كميات لنعمل؟ هو نحن بنحب هالكريسبينس صح وليعطينا هاللاير من برا حتى تعمل هالكرنش لازم نكون عم ننقعن بمي او باي شيء موسي، فينا نكون زايدين يمكن شويه مطيبات بهار او اي شيء اذا حدا بحب ايفن دو ما انا بحاجه، في يكون سمبلي بس شويه ملح، وفينا بالاير فراير نزيد لهم بس معلقه زيت زيتون حتى بلاها اذا ناقعينهم قبل بوقت او عاملينهم نص سلقه وي دو نوت نيد هيدا الزيت للزياده الاضافي.
أوكي. طبعا فهيدا بالنسبه اذا نحن بدنا نكون عم نعمل هيك. هلا في نقطه ثانيه، في كثير ناس بيقولوا لي انه الاير فراير ما بيطلعوا كريسبي. ما بيطلعوا كريسبي ليش؟ لانه بنكون عم نعمل اوفر ستافينج او عم نزيدها، عم يعني عم نكتر كميه البطاطا بالاير فراير. بنعرف انه هي يمكن الدروج تبعولها منهم هالقد منهم كبار، فبيساعوا كميات قليله، فما فينا نكون عم نحط شي 3 كيلو بطاطا بشي انجا بساع. يعني لا بيطلعوا كانهم مسلوقين، بيطلعوا صاجي اصلا. ما بيكون ايفن لاير، شوي زياده، شوي زياده 100%. عشان هيك بس بدنا نشتري، ما نشتري الصغير لانه عن جد ما فيك تعملي، خصوصي اذا مثل ما كنا عم نقول اذا عنا للعائله بدنا نعمل كميه كبيره. كمان لازم يكون انه شوي مزبوط. كبير، فلهيك منكبر الدرج وما منكتر كمية البطاطا اللي موجودة، لأنه الاير فراي يعني من اسمها هي المقلية الهوائية إذا بدك فينا نقول. مزبوط. فهي بيكون هواء سخن بقلبها that circulates، فنحن ما نعم نحطهم ديب فراينج وكل قطعة عم تنقلها لحالها. سو لأنه في هيدا الهواء ما بيكون ايفن إذا كترنا من وقت لوقت لازم نحرك كمان. طبعا أصلا هي بتعملك ألارم، في منهم بيعملك ألارم إنه شيك، فضروري نكون عم نحركها. كمان بدي اقول شغله، في نوع خضره كثير بيشربوا زيت. هول الخضره اذا بنحطهم بالاير فراير بنكون وفرنا على حالنا عن جد كثير كميه فات، وغير هيك بنكون خففنا 70 ل 80% من الكالوريز، وهذا رقم كثير كبير يعد. يعني انت شلتي ثلاث ارباع كميه الزيت. هول الخضره هن القرنبيط والباذنجان، اي شيء كثير بيشرب زيت لما بنحطهم بالاير فراير تراست مي طعمتهم عن جد بتكون بعد اطيب، وبيكون كانه مقلي. ف باذنجان كمان، باذنجان از اكسلنت بال كثير كثير طيب. فكمان يعني في شغله لازم نعملها بالوقت نقصقص الخضره، لازم نحط الزيت نمزجهم بعدين نحطهم، مش نحط الزيت بالني وبقلبه عم ينزلوا لتحت 100%. يعني ما بنستفيد، يعني حتى نحن لو حطينا زيت قبل وخلطناهم، ما هي ايفنتشلي بتصفي المي او الفلويدز او المويستر لتحت. في هيك محلات مظبوط الهواء تيبرم مظبوط من مزبوط. يعني من تحت ومن فوق وافريوير. فهي لهالاشياء هي طبعا هيلثي. هلا عنا مشكله الوقت، هي اكيد بتاخذ شوي وقت اكثر، بس ورث ات انه ننطر هالعشاء. مش اكثر من الفرن، مش اكثر من الفرن، بس اكثر من القلي. مظبوط. بالفرن كمان يمكن يعني في اشياء ما بتكون الطعمه هالقد. يعني نحن اذا بدك لما بنطلع على هيلثي فود اكبر كونسيرن بيكون شو هي؟ انه الطعمه، تطلع الطعمه طيبه. هذا مش غلط انه نحن نكون عم ننبسط بالاكل شيء هيلثي وطعمته تكون عن جد طيبه. ففي عالم ما بيحبوا الشوي لانه يمكن ما بتكون طعمته هالقد طيبه، فكاير فراير هي كثير قريبه الطعمه لاي. يعني اذا نحن كثير بنحب القلي وما بنتقبل السلق او الشوي، فالاير فراير هي ديفينتلي اتس ا بيتر اوبشن. هلا في عنا اكل ما بينحط بالاير، مش ما بينحط بيرسونلي، ما بينطبخ، ما بينطبخ. هو يعني بحطوا لك انه سمك ودجاج ولحمه، بس السمك نحن بنعرف انه هو في كثير فيه اوميجا 3، ويمكن لانه عم تنعمل على الهواء او مش بالشوي او ممكن الوقت غير، في عنا الاوميجا 3 يمكن ما هالقد الجسم ياخده مثل ما بياخده بغير تيبيكال ستاندرد كوكينج ميثود. ففينا انه نخلي نتكل شوي. بس بدي اقول شغله للمشاهدين انه جربتها، ات واز ا باد اكسبيرينس، فيري باد اكسبيرينس، وانا جربتها فكرت على السمك. لقيت لا لقيت ريسيت بطلع لي هلا قد ما بدك مع خبز وهيك وبتحطي بيض، بس البيض كان ناي ولزق وريحه كثير بشعه، كبيت كل الهدا. يعني انتبهوا، دونت تراي، مش كل شيء يعني واحد اوقات بجرب بتقولي اتس هيلثي ما في زيت وهيك، بس ما بنتعلم الا ما exactly. الا ما نجرب. هلا في ريسيبيز قد ما بدك بينحطوا بالاير فراير بحجه انه هو كثير هيلثي. ما عم تشوفهم على الانستا يعني عم بيحطوا لك بشهوك، ما فينا نطلع على كل شيء. ايه. ما زبطت ما زبطت هيدي ما تحطوا بيض بالاير فراير ابدا عن جد.
في عنا اشياء كمان يعني مثلا في عندك كيكس، في عندك بيتزا. انا صراحه جربت البيتزا بالاير فراير كمان زبطت، بس نوعا ما يعني حسيت بالفرن يعني يمكن بتكون اضبط شوي. فالديبندز حسب يعني كل شخص والريسبي اللي عم يتبعه. في اير فرايرز اقوى من طبعا طبعا، في منهم بيطلع البطاطا مثل مسلوقه 100%، وغيرهم بيطلعوا مثل المقليين. يعني عملوا تشويس جود تشويس قبل، اكيد تختلف من براند لبراند. اكزاكتلي. والنقع عن جد النقع كثير بيعمل فرق كثير كبير. يعني انا اول ما بلشت بالاير فراير حطيتهم مثل ما هن منطبخوا، يعني كمان بدنا يعني نقعهم يكون عم نعملهم نص سلقه لتزبط، وبعدين هي ترايل اند ايرور، بدنا نشوف شو بيزبط حسب كمياتنا، حسب الاير فراير، حسب الوقت اللي نحن عم نعمله، حسب ذوقنا كمان بالاكل. في عالم كثير بتحبها كرانشي، في عالم ما بتحبها كرانشي. اكزاكتلي. سو اتس بريفرنس النهاية. هلا هي اكيد كمان مثل ما قلنا انه بنخفف كثير من الفات، وهي اتس اونلي از هيلثي از وات يو بوت انسايد. يعني انا ما فيني اجي احط لك هوت دوغ اللي هو لحوم مصنعه ونقول انه خلص صارت سحر، وصار لانه حطيته بالاير فراير صار هيلثي. ما في، اكيد لا. هي الهوت دوغ مثلا فور اكزامبل بحد ذاته ما له شيء هيلثي. يعني انا ما لازم يفوت على البيت الهوت دوغ ولا شيء لحوم مصنعه اجمالا. فما في انا اجي بيبروني او 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 الهوت دوغ او اي شيء لحوم مصنعه اجي احطهم بالاير فراير ولا خلص، لانه صار بالاير فراير انا صار لازم اكلهم. حتى اللحمه اللي بتكون كثير كثير مدهنه، ام الدجاج يلي مع الجلده تبعيته، سو هول الاشياء بقلبهم اساسا كثير فات. فانا اذا بجي بحطهم بالاير فراير ما نو سحر، ما صار انه هالاكله صارت هيلثي. اكيد لا طبعا، انا بدي اعرف شو عم نقي وشو عم باكل. هلا بالنسبه لي حتى الكبه المحشيه اذا حطيتيها بالاير فراير لا بتجنن. يعني اذا الواحد عم يعمل كبه لبنيه، في ناس بيقلوا قبل الكبه طبعاً. لانه فيري ديب فرايد. ايه ديب فرايد بيعملوها. اذا حطيتوها بالاير فراير كثير طيبه عن جد، بترجع بعدين تحطوها بتضل القرشه كثير طيبه عم تطلع صراحه 100%. سو كمان نحن عنا عم بعمل افكار. سو بالنسبه للوقت مثل ما قلنا هو بياخذ 10 تو 15 مينتس، يعني من 10 لربع ساعه اكثر من القلي الستاندرد. بس كمان الشوي اذا بدنا نطلع بياخذوا تقريبا بس في شغله حلوه تنسيها وبتروحي تخلصي الشوي بدك تضلي صح ما بيحترقوا لانه في الارم وفي تايمر. سو بنوقف نحن وقتا نكون بحاجه. سو لما نحن بدنا نقي، يعني انا اكثر من الاسئله بسمع هل شيء صحي ولا منه صحي، هل شيء بنصحني ولا منه صحي. تنختم بس بدي اقول شغله، دائما بدنا لما بنسال هول الاسئله صحي او منه صحي، بنصح او ما بنصح، بالنسبه لشو؟ انا دائما عندي ريفرنس. ما فيني اقول بنصح على هيك على صحه السلامه، بدي اشوف بالنسبه لشو هيدا الشيء هيلثي ولا لا. اذا بتطلع انا على الديب فراينج او على الاير فراير حتما هي بتكون هيلثي، لانه انا اختصرت كميه كثير كبيره من الزيت، وكمان انضف لانه ما عندنا طناجر وزيت والكاونتر توب بتصير كلياتها زيت. وانا بس هالمكنه بنضفها. هلا في ورق كمان بنحطهم تحت بضلهم ضافي. اكزاكتلي هيلثي بضلهم طيبين. سو هوبفلي اخذت الجواب. معلومات. يور موست ويلكم. من بعد هاف ا بليست داي. يور موست ويلكم. نرجع بنشوفك نكست ويك. النكست ويك. ان الله راد. مشاهدينا وقفه وانا برجع بشوفكم على 11 مع شيف توني بانوبي واتس كوكينج.